أعلنوا استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية. بعد بكير كتير حتى ينحكى باستقالة الحكومة. أهلا بكم إلى المسائية، نبدأ بالعناوين مع رشا الخطيب. مساء الخير إلى العناوين. الحريري يطل بعد ساعة من الآن على اللبنانيين في مقابلة عبر شاشة المستقبل. ماراثون بيروت يتحول تظاهرة رياضية وطنية للتضامن مع الرئيس الحريري. السعودية تدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الانتهاكات الإيرانية، ودبلوماسية المصرية تتحرك لمواجهة التحديات. يلي رح يكون هين هو تقابل مندوب بلان بانك عبر الفيديو تشات. بلان بانك ليما معك، كيف نساعدك؟ بس يلي ما رح يكون هين تبين اثنين يتكون بالكادر رجيلي، تبين الطيارة مع هيك شعر، تقنع عمك انه مش وقت تدوق التبولة، تعرف مين عم يدقتهم بالبناية. لا ولا يهمك، خد وقتك استاذ. اليوم بلون بانك بتقدم لك فيديو تشات، فيك تقابل فيها اي مندوب ساعة اللي بدك، مطرح ما بدك وكيف ما بدك. اي بلون، تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. مساء الخير. بعد ساعة من الآن يطل الرئيس سعد الحريري من منزله في الرياض مخاطبا اللبنانيين، متحدثا عن الملابسات التي رافقت إعلان استقالة حكومته، وليؤكد في حوار مع الزميلة بولا يعقوبيان عبر شاشة المستقبل على ثوابته الوطنية وعلى رؤيته للمرحلة المقبلة في ضوء المستجدات التي أعقبت بيان الاستقالة الذي لا تزال تتردد أصداؤه على المستويين المحلي والإقليمي وأيضا الدولي. وقبل إطلالة الرئيس الحريري المنتظرة، استبق رئيس الجمهورية ميشيل عون حديث الرئيس الحريري بإعادة التأكيد على أن الظروف المحيطة بالرئيس الحريري تجعل كل ما صدر وسيصدر عنه من مواقف أو ما سينسب إليه موضع شك والتباس. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فاعتبر أن استقالة الرئيس سعد الحريري يجب أن تكون عملا دستوريا وسياديا، ولا تستقيم إلا إذا كانت على الأراضي اللبنانية. المملكة العربية السعودية تشهد غدا زيارة تاريخية للبطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي، يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السعوديين. إقليميا، قلق مصري عبر عنه وزير الخارجية سامح شكري بعد لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تجاه التطورات المتلاحقة، لا سيما تطورات الوضع في لبنان والتدخلات السلبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، داعيا إلى التضامن العربي في مواجهة التحديات. في المقابل، من المنتظر أن يعقد وزراء الخارجية العرب الأحد المقبل اجتماعا طارئا بناء على طلب المملكة العربية السعودية في مقر الجامعة العربية في القاهرة لبحث انتهاكات إيران في الدول العربية. البداية من ماراثون بيروت والتي حضرت فيه أولوية عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت. الحدث الرياضي السنوي تميز بالمشاركة الكثيفة في فعالياته في ضوء طلب رئيس الجمهورية ميشيل عون من المنظمين أن يكون الماراثون تظاهرة رياضية وطنية للتضامن مع الرئيس الحريري ومع عودته إلى وطنه. استفاقت العاصمة بيروت عند ساعات صباح يوم الأحد على إيقاع وصرخات المشاركين والمشاركات بفعاليات سباق بلون بيروت ماراثون لعام 2017، ويلي نظمته جمعية بيروت ماراثون تحت شعار 15 سنة ورح نضل نركض، حيث بلغ عددهم الإجمالي 48,000 من 110 جنسيات حول العالم، وقد ركضوا عدة سباقات اخترقت شوارع عدة داخل بيروت وعند حدودها الكبرى. وحددت نقطة الانطلاق أمام واجهة بيروت البحرية، حيث كانت باستقبال الوافدين من الضيوف والمدعوين رئيسة الجمعية السيدة مي الخليل ونائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم، حيث تقدمن اللبنانية الأولى السيدة نادية الشامعون عقيلة رئيس الجمهورية راعي السبق، وعدد كتير كبير من الشخصيات الرسمية إلى ممثلي بلديات واتحادات وأندية رياضية وجمعيات خيرية وكشفية وهيئات وقطاعات حكومية وأهلية ومؤسسات إعلامية محلية عربية وأجنبية.
هالطاقة الإيجابية يلي منشوفها من خلال نشاطنا إنه عم بحط لبنان على الخارطة العالمية، اللي بدي أقوله في 3500 شخص إجوا من الخارج بس للويك أند، يعني ماراثون بيروت تكاليفه على الأرض يمكن الناس ما بتعرف بكلف 1.3 مليون دولار، ولكن مردوده على المدينة بهالنهار هيدا أو بهالأسبوع هو 13 مليون دولار. هيدي أهمية استضافة مدينة بيروت وبلدنا لهيك نشاطات، يلي بدي أقوله في 110 جنسيات ما تخلفت موجودة معنا اليوم. أنا بشرفني أن يكون هيدا الماراثون، أنا بيروت ولبنان عزيز على قلبي، أنا بشرفني يكون موجود. بدي وجه تحية وشكر للست مي خليل اللي دعوتها لإلي، وإن شاء الله 15 سنة صلوا إن شاء الله يا رب عبال المية، وأنا بشرفني يكون بشرفني يكون وبهمني يكون حلو. ليك ما أحلى الصباح، العالم موجودين اليوم وهيك محمسين لنعمل شيء حلو اليوم. يعني بحب هنيهم على النجاحات الكبيرة عم يعملوها وعلى همتهم، وإن شاء الله إحنا معهم دائما. نعم. كم نائب أنتم مشاركين؟ عاملين جروب مجلس نواب تي شيرت أو شيء؟ لا صراحة أول شيء خلينا نقول إنه أنا هون بصفة رئيس لجنة شباب ورياضة، حضوري طبيعي يكون هون اليوم بيوم الماراثون، وهذا حدث بيجي عليه كل سنة. اثنين، أنا أنتمي إلى جمعية يد، جمعية طاقة شبابية، والسنة عم نركض عم نشوف اللوجو على كل ستاي ليبانون، لأنه نحن بنعرف إنه في كارثة بلبنان، ما حدا عم يطلع لهموم الشباب، شباب لبنان ما عم بيلاقوا فرص عمل. هيدي دعوة من أجل إنه السياسي القيادة السياسية بلبنان، وأنا بنتمي لها، يكون عندنا رؤية من أجل ترسيخ شباب لبنان بلبنان. مرة تانية بيروت بترجع بتثبت للعالم كلياته إنه هي نابضة بالحياة، وهي عم تركض وعم تتحرك وعم تعيش، مع إنه الظروف اللي عم نمرق فيها ظروف صعبة، ولكن هذا اللي بحب يشوفه الرئيس الحريري أنا أكيد، ونحن كلياتنا اليوم عم نركض لدعما للرئيس الحريري. بفتكر أساسي على المشهد اللي بشوف اليوم من كل مناطق لبنانية ومن كل الطوائف شارك، وخصوصا في هدف اليوم مثل ما اطلقت الرئيس، جايين نركض للرئيس الحريري ونقول له ناطرينك. الجو عن جد كثير حلو، يعني بعد ما شارك بالماراثون وعمل الاكسبيرينس انا بنصحه انه يجي باسرع وقت لانه شيء كثير حلو. بالحقيقه مشاركتي اليوم تكون موجود مع كل الشباب والصبايا اللبنانيه، مع الجمعيات والمؤسسات وكل اللي بهمهم الموضوع الرياضه، وعم شاركوا بالماراثون اليوم تيكون يوم رياضي رائع بامتياز. المستقبل يكون لنا ولاولادنا، لا عنف لا حرب، هذه هي هذا جولنا. الماراثون اهم شغله بتصير ببيروت كل سنه، والمقاصد لها 15 سنه بتركض معهم بتمشي معهم. وبالقراءة الفنية للسباق، فقد أصابت التوقعات يلي أشارت إليها إدارة السبق بجمعية بيروت ماراثون بعد اعتمادها مسار هو الأسرع، وذلك بتعزيز رقم سباق الماراثون عند الرجال، حيث سجل الكيني دومينيك روتو رقم جديد بلغ 2:10.41. أما عند السيدات فقد تمكنت البحرينية أونيس تشومبا من تعزيز الرقم وبلغ 2:28.38. أما عند اللبنانيين فقد تمكنت شيرين نجام من تسجيل رقم جديد وهو 2:45. أما عند الرجال فقد تمكن حسين عوادة من المحافظة على الصدارة لكنه تراجع بالتوقيت من الرقم العام الماضي وبلغ توقيته هالسنة 2:34.14. أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون على مضمون البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي بالأمس بشأن الظروف الغامضة والملتبسة التي يعيشها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الرياض، واعتبر عون أمام زواره أن الظروف وصلت إلى درجة الحد من حرية الرئيس سعد الحريري وفرض شروط على إقامته وعلى التواصل معه حتى من أفراد عائلته. وقال رئيس الجمهورية أن هذه المعطيات تجعل كل ما صدر وسيصدر عن الرئيس الحريري من مواقف أو ما سينسب إليه موضع شك والتباس، ولا يمكن الركون إليه أو اعتباره مواقف صادرة بملء إرادة رئيس الحكومة. بدوره اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري يجب أن تكون عملا دستوريا وسياديا ولا تستقيم إلا إذا كانت على الأراضي اللبنانية. يتوجه البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي غدا إلى المملكة العربية السعودية بناء على دعوة منها، وسيعقد البطريرك الراعي سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين فيها،
وكان الراعي قد تناول تداعيات استقالة الرئيس الحريري في العظة التي ألقاها خلال تدشينه كنيسة مار تقلى في علي. أكد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي ضرورة عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى لبنان من أجل الكرامة والسيادة والسلم الأهلي، وخلال تدشينه كنيسة في بلدة دقون بقضاء علي بمشاركة رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر وشخصيات سياسية وروحية وأهلية، حيا البطريرك الراعي رئيس الجمهورية ميشيل عون على مواقفه، لافتا إلى أن المشاورات التي يقوم بها دليل على أن اللبنانيين جسم واحد. نطلب صلاتكم ترافقوننا بها ونحن نتوجه لتلبية دعوة رسمية من المملكة السعودية في هذين اليومين، نطلب صلاتكم لأننا نتوجه إليها باسمكم جميعا، باسم كل اللبنانيين، وقد اتصلنا بكل القيادات المعنية الدينية والمدنية وحملونا كلهم آمالهم وهمومهم، نرجو أن يوفقنا الله فيما نحن إليه سائرون. كذلك حيا البطريرك مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على حكمته ومشاوراته حول ما تشهده الساحة اللبنانية من تطورات. أكد وزير الخارجية الإيطالي دعم بلاده القوي لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله ولقياداته السياسية اللبنانية، وحث الوزير الإيطالي جميع الأطراف في لبنان والمنطقة على بذل شتى الجهود من أجل الحفاظ على البلد من الصراعات والتوترات الإقليمية. بناء على طلب السعودية، يعقد وزراء الخارجية العرب الأحد المقبل اجتماعا طارئا في مقر الجامعة العربية لبحث انتهاكات إيران في الدول العربية. وبحسب مذكرة وزعتها الأمانة العامة للجامعة على الدول الأعضاء، فقد تقرر عقد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية الأحد بعد موافقة البحرين والإمارات على الطلب السعودي، وبعد التشاور مع جيبوتي التي تترأس دورة الحالية لمجلس الجامعة. أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري بعد لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قلق مصر تجاه التطورات المتلاحقة، لا سيما تطورات الوضع في لبنان والتدخلات السلبية في الشؤون الداخلية للدول العربية واتساع رقعة الأزمات بشكل يقتضي توخي الحذر لتجنيب المنطقة المزيد من الأزمات التي تتضرر منها الشعوب العربية بالأساس. الوزير المصري كان شدد خلال لقائه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على ضرورة التضامن العربي في مواجهة التحديات. أكدت الإمارات العربية المتحدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد تمثله إيران ووكلاؤها، معتبرة أن المجتمع الدولي سيدرك بشكل متزايد المخاطر الناجمة عن سلوك إيران التوسعي. تسع جلسات تناقش 10 محاور تتصدرها قطر وإيران والإرهاب في إطار النسخة الرابعة لملتقى أبو ظبي الاستراتيجي الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات. جدول أعمال الملتقى الذي ينعقد خلال يومي الأحد والأثنين حافل بالنقاشات النابضة على وقع المستجدات الإقليمية والدولية بمشاركة شخصيات فاعلة في القرارات السياسية والاقتصادية إقليميا ومحليا. وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد تمثله إيران ووكلاؤها، معتبرا أن جهود إيران لتقديم دعم مكثف لوكلائها في دول أخرى وإشعال التوترات الطائفية وتهديد وحدة الدول أصبحت أسوأ وليس أفضل. وقال: لقد رأينا في الأيام الأخيرة كيف أطلق الحوثيون وكلاء إيران صاروخا باليستيا إيراني الصنع باتجاه العاصمة السعودية الرياض، مؤكدا أن ذلك ينسف الادعاءات الإيرانية بأن برنامجها الصاروخي دفاعي. وأوضح الوزير الإماراتي أن بلاده تدعم بقوة السياسة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، مشيرا إلى الحاجة لبناء إجماع دولي خلف هذا النهج، وعبر عن ثقته بأن المجتمع الدولي سيدرك بشكل متزايد المخاطر الناجمة عن سلوك إيران التوسعي. أما رئيسة مركز الإمارات للسياسات ابتسام الكتبي فأكدت أن دولة الإمارات تعمل جاهدة من أجل تكريس الاستقرار في المنطقة العربية، خصوصا في ظل الأزمات التي تعصف بالشرق الأوسط حاليا مثل أزمة قطر ودولة إيران التخريبي في النزاعات في اليمن وسوريا والعراق، إلى جانب دورها التخريبي في لبنان من خلال دعم دويلة حزب الله وإضعاف مؤسسات الدولة اللبنانية عبر الاستقواء بالميليشيات الحزب وسلاحه. كشف تقرير غربي كيف استغلت إيران تطورات المنطقة لتوسيع نفوذها من خلال أذرعتها.
كيف استنسخت إيران نموذج ميليشيات حزب الله في بلدان الشرق الأوسط خصوصا في اليمن والعراق وسوريا؟ عنوان لتقرير لمعهد جلوبال ريسك إنسايتس البريطاني تطرق إلى الممارسات الإيرانية والتوغل في الدول العربية. وبحسب التقرير فقد أدت الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط بما في ذلك إطلاق ميليشيات الحوثيين صاروخا من اليمن على السعودية واستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى زيادة القلق بشأن التأثير الكاسح لإيران. وشدد التقرير على أن تركيز الحرب ضد تنظيم داعش وتجاهل دور طهران التخريبي في المنطقة أدى إلى تزايد الهيمنة الإيرانية عبر بغداد ودمشق والتقدم إلى البحر الأبيض المتوسط. وأصبح العراق وسوريا ولبنان هي الخط الأمامي في هذا المد المتزايد للقوة العسكرية والاقتصادية الإيرانية. التقرير البريطاني أشار بوضوح إلى أن إيران تمددت في المنطقة العربية عبر استنساخ نموذج لميليشيات حزب الله داخل دول المنطقة بحجة الدفاع عن أمنها القومي وتأمين حدودها الخارجية. وأصبح الطريق من طهران إلى بيروت ليس معبدا لنقل الحرس الثوري وفيلق القدس للأسلحة والإمدادات فحسب، بل الإيديولوجيا والنفوذ في عمق الأراضي العربية أيضا. وخلص التقرير إلى أنه لمواجهة ميليشيات إيران على الأقل في العراق ولبنان يجب أن تقوم الولايات المتحدة بتدريب وحدات صغيرة من النخبة يمكن الاعتماد عليها بسهولة، حيث يبلغ عدد قوات العمليات الخاصة الأمريكية في العراق وسوريا نحو 10,000، إلا أنها نخبة صغيرة العدد وكثيرة التنقل. توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد صارم وحازم على كل من يفكر في الاعتداء على إسرائيل من أي جبهة كانت، سواء كانت على الحدود الشمالية أم الجنوبية. وقال نتنياهو في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية: هناك من لا يزال يتلاعب بفكرة شن هجمات جديدة على إسرائيل، مضيفا: سنرد على ذلك بقوة سواء كانت فصائل مارقة أو تنظيمات أو أي طرف كان. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. القوات العراقية تعثر على مقابر جماعية في الحويجة، ومعارك عنيفة في البوكمال السورية. أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن محاصرة مركز قضاء راوة آخر معاقل داعش غرب الأنبار في انتظار صدور الأوامر لاقتحامها، في وقت عثرت القوات العراقية على مقابر جماعية تضم ما لا يقل عن 400 جثة بالقرب من الحويجة بعد تحريرها من داعش. صور مروعة لبقايا هياكل عظمية وجثث عثر عليها في مناطق قريبة من الحويجة أظهرت الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش على مدى سنوات في العراق. محافظ كركوك بالوكالة ركان سعيد أعلن العثور على عدد من المقابر الجماعية التي تضم لا يقل عن 400 جثة بالقرب من الحويجة التي تمت استعادتها من تنظيم داعش في بداية تشرين الأول الماضي. ركان أوضح أن أحد مقرات القوات الأمريكية سابقا جعلها تنظيم داعش موقعا لتنفيذ الإعدامات. أما ميدانيا فأعلنت قيادة العمليات المشتركة عن محاصرة قواتها مركز قضاء راوة آخر معاقل داعش غرب الأنبار في انتظار صدور الأوامر لاقتحامها بعد أن انتزعت من سيطرة التنظيم منطقة الرمانة وقرى محيطة، وسط أنباء عن إعلان القيادة العراقية القضاء على داعش وانتهاء سيطرته على أراضيه. إلا أن مراقبين أوضحوا أن الإعلان عن نهاية التنظيم في العراق قد يحتاج إلى وقت أكثر، لأن المتطرفين لا يزالون يتحركون في منطقة مفتوحة تقدر مساحتها بستين كيلومترا تمتد من الرمانة إلى منطقة البعاج غرب الموصل وصولا إلى سوريا، ما تشكل 4% من مساحة العراق. في التطورات السورية تدور معارك عنيفة على أطراف مدينة البوكمال السورية، المعقل الأكبر والأخير لتنظيم داعش شرق محافظة دير الزور. وقال المرصد السوري أن قتالا عنيفا يدور بين المسلحين الموالين للنظام السوري وبين مسلحي داعش على محاور في محيط مدينة البوكمال من الجهتين الشرقية والجنوبية. يأتي ذلك في ظل حملة قصف جوي ومدفعي مركز على المدينة وريفها أوقع خسائر بشرية كبيرة من المدنيين، ليرتفع إلى أكثر من 30 بينهم 9 أطفال ونساء عدد القتلى خلال الساعات 36 الفائتة قضوا في مخيم لنازحي البوكمال في منطقة السفافية وقرى العباس وصبيخان وأبو حمام والمراشدة ومعبر الرمادي.
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة 18، أكد أن الأردن سيستمر بالنهوض بدوره التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتين العربية والإسلامية. وأضاف في خطاب أمام البرلمان الأردني أن في مقدمة هذه القضايا القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. سيستمر الأردن بالنهوض بدوره التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. خلال مشاركته في مؤتمر يطرح معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة حل القضية الفلسطينية وحل الدولتين على حدود بل على أساس حدود 67، مشددا على ضرورة المضي في حماية المصالحة الفلسطينية. معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك الاحتلال الإسرائيلي حقوق الطفل عنوان المؤتمر الذي أسدل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الستارة عنه في مسرح قصر بيان بالكويت بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين. وخلال كلمته أمام الحضور أشار عباس إلى أن نسبة الأطفال ممن هم دون 16 يشكلون 39% من مجموع السكان ويعتبرون الضحايا الأكثر تأثرا وتعرضا لانتهاكات قوات الاحتلال التي خصصت لهم محاكما وسجونا منذ 2009، هذا بالإضافة إلى وضعهم في الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر مع استمرار اعتقالهم حتى وصولهم السن القانونية. أما سياسيا فشدد عباس على ضرورة الاستمرار في طريق المصالحة الفلسطينية داعيا إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 ووقف تهويد القدس، ليؤكد على وجوب قيام المجتمع الدولي ليضع حدا لنهاية الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وأن يلزمها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. إن سعينا لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتنفيذ اتفاق القاهرة الذي تم بجهود مصرية مشكورة سيكون له أطيب الأثر لتخفيف معاناة أبناء شعبنا. من جانبه أكد أبو الغيط على ضرورة التصدي لانتهاكات الاحتلال الخطيرة بحق الأطفال، في حين شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية على أهمية الحماية القانونية للأطفال المعتقلين من قبل الاحتلال. أعلنت شركة نفط البحرين أن إمدادات النفط السعودي إلى البحرين استؤنفت تدريجيا بعد توقف وجيز، وأوضحت الشركة أنه يجري حاليا زيادة معدل التكرير بشكل تدريجي بالتعاون الوثيق مع شركة أرامكو السعودية وتزامنا مع إنهاء عمليات الإصلاح في القريب العاجل. وكانت وزارة الطاقة السعودية علقت ضخ النفط بعد استهداف خط الأنابيب بتفجير إرهابي، اتهمت البحرين إيران بالوقوف وراءه. نفت تركيا التقارير التي تحدثت عن دفع ملايين الدولارات لمسؤولين أمريكيين مقابل تسليم الداعية فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية في تركيا في صيف العام 2016. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أوردت أن المحقق الخاص روبرت مولر ينظر في صفقة مفترضة يتلقى بموجبها مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين ما يصل إلى 15 مليون دولار مقابل اعتقال جولن وتسليمه إلى الحكومة التركية. وقع 40 نائبا في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين التي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي عريضة لحجب الثقة عنها، ويلزم فقط 8 أصوات أخرى لإجبار ماي على تنظيم انتخابات لرئاسة الحزب. وكانت محاولة سابقة فشلت في الإطاحة بماي في أعقاب كلمتها في المؤتمر السنوي للحزب، ولكن محافظين ما زالوا يشعرون باستياء من أداء رئيسة الوزراء. وتعاني حكومة ماي من انقسامات بشأن كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والنشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل
تأكيد فلسطيني على عدم التدخل في الشأن اللبناني والانحياز لأمن الداخل واستقراره. وتشييع الجندي حمزة المصري إلى مثواه الأخير. أهلا بكم مجددا. أكد القيادي في حركة فتح أبو العردات أن الفلسطينيين في لبنان لا يتدخلون في أي شأن داخلي لبناني، وأضاف بعد لقائه النائب بهي الحريري أننا ننحاز إلى الأمن والاستقرار والسلم الأهلي. أكد أمين سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة فتح أبو العردات أن الفلسطينيين في لبنان لا يتدخلون في أي شأن داخلي لبناني، وقال نحن ننحاز إلى الأمن والاستقرار والسلم الأهلي. موقف أبو العردات أعقب لقاءه مع وفد من فصائل منظمة التحرير والقوى الإسلامية وأنصار الله النائب بهية الحريري بحضور قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادي. ونتكامل ونتعاون مع أشقائنا في لبنان من أجل أن تبقى المخيمات آمنة مستقرة متكافلة ومتعاونة ومتضامنة مع جوارها مع الإخوة اللبنانيين. ما فينا نفرق بين عين الحلو وبين صيدا، فهذه منطقة واحدة. كذلك الأمر بين بيروت ومخيماتها وبين صورة ومخيماتها والشمال ومخيماتها والبقاع. أكدنا على هذه المواقف الأساسية وهذه الثوابت التي نستند إليها في تحركنا وفي سياستنا الفلسطينية. الحريري التقت رئيس بلدية صيدا محمد السعودي على رأس وفد من المجلس البلدي في زيارة تضامنية، وذلك بحضور شحادي. ونوه السعودي بالدور الكبير الذي لعبه الرئيس سعد الحريري ومبادراته الجريئة في كل المحطات الصعبة التي مر بها بلدنا منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري، آملا في عودة قريبة له إلى لبنان وفي انقشاع غيوم هذه الأزمة. وفي مجدليون أيضا بحثت النائب بهية الحريري الأوضاع الراهنة مع وفد من بلديات ومخاتير وفعاليات بلدات وقرى ساحل جزين. راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار نقل تحيات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للسيدة بهية الحريري والحريري. جينا ننقلها أنا باسم سيدنا البطرك، حملنا السلامات للست بهية ولكل آل الحريري، وأكيد هو قلبه وفكره معنا هون، وهو رايح بكرة على السعودية، ونحن جينا تنقلها للست بهية كليتنا معهم مثل كل لبنان هو معهم بهالظرف. نحن قسم من هاللبنان، ونحن مثل بيقولوا بي الصبي، نحن هون عائلة وحدة وأهل وكلاتنا مع بعضنا، واللي بيصيب الست بهية هون بيصيبنا كلاتنا سوا. رأى رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض أن لبنان يقف أمام مفترق طرق خطير جدا، فإما أن ننزلق إلى لعبة المحاور وندمر لبنان، وأما أن نحصن وحدتنا الداخلية ونعود إلى الدولة اللبنانية التي تعني أولا وقبل كل شيء عودة حزب الله إلى لبنان بشروط الدستور والدولة والشراكة بين المكونات اللبنانية. معوض وخلال عشاء في ملبورن في أستراليا أشار إلى أنه يجب أن تكون هناك وحدة وطنية لتسهيل العودة الآمنة للرئيس سعد الحريري إلى لبنان. اللي صار أن حزب الله وبكثير من الوضوح بلش يخرج تدريجيا من منطقة تحييد لبنان، وبلش يضغط يوم ورا يوم أسبوع ورا أسبوع باتجاه جنوب لبنان، مش بس أنه يكون جزء من محور الممانعة بين هلالين، بس كمان أنه يتحول لمنصة للتعدي على المحيط العربي. كنا من سنة أو أكثر شوي عم نطالب حزب الله أنه يخرج من سوريا ويرجع إلى لبنان، اليوم بعدنا عم نطالب حزب الله أنه يرجع إلى لبنان، ولكن مش بس من سوريا، من سوريا ومن العراق ومن اليمن ومن الكويت تتذكر شبكة عبدالله، ومن السعودية ومن مصر ومن بلغاريا ومن الأرجنتين ومن البرازيل إلى آخره، حتى أن وصل أن نشارك الحوثيين بإطلاق صاروخ باليستي على الرياض. طب كيف نحن بدنا نحيد لبنان ونمنع انجراره بلعبة المحاور الإقليمية وفيه مكون من مكوناتنا
اللي هو جزء من شعبنا وجزء من حكومتنا وجزء من مجلس نوابنا عم بيشكل او عم يستعمل لبنان كمنطلق للتعدي على امن وسيادة دول اخرى. بحث المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع وفد من اتحاد المصارف العربية في انعكاس التطورات السياسية الراهنة على القطاع المصرفي، ونوه الوفد بقدرة المصارف اللبنانية على تجاوز الصعوبات والتحديات. بناء لتوجيهات وزير الداخلية نهاد المشنوق، أشرف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرة على عملية إزالة الصور والشعارات السياسية من مدينة طرابلس. رافقه قائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي وعدد من الضباط والعناصر الأمنية. نهرة أكد عدم السماح بإثارة الفتن واللعب بأمن المدينة باعتبارها خطا أحمر لأهلها ولكل المواطنين. شيع الجيش اللبناني المجند الممدد خدماته الشهيد حمزة المصري من أمام مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بحضور العميد عبد الله مخول ممثلا وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث تم تقليده أوسمة كما أدت له ثلة من رفاق السلاح تحية العسكرية. نعش الشهيد الذي حمل على الأكف مترافقا مع لحن الموتى الذي عزفته فرقة موسيقى الجيش نقل إلى بلدته حورتعلى بعلبك، حيث وري الثرى في جبانة البلدة. مسيرة حافلة بالإنجازات كتبتها الزميلة راغدة درغام على صفحات الحياة. الصحفية اللبنانية المخضرمة تنهي مرحلة العمل في صحيفة الحياة لتبدأ تجربة جديدة، لا شك أن نجاحها لن يختلف عما سبقها من نجاحات. والتقرير لشرب العبود. قصتي الجميلة مع صحيفة الحياة، عنوان مقالها الأخير في الصحيفة. إنها راغدة درغام التي شكلت قصتها الجميلة مع الحياة مصدرا موثوقا للمعلومات والتحليلات على مدى 30 عاما. إنها المحللة البارعة والصحفية التي ميزت مسيرتها بمئات المقابلات مع قادة وزعماء، وبات السبق الصحفي حدثا عاديا في كتاباتها. إنه العام 89 في بلغراد التي كانت تستضيف قمة لدول عدم الانحياز. هناك بدأت المسيرة مع الصحيفة. يومها وخلال 8 أيام فقط تمكنت راغدة درغام من إجراء أحاديث حصرية مع 10 رؤساء دول وحكومات ومع 8 وزراء خارجية من بينهم وزراء الطائف 3 الذين نشرت الحياة المقابلات معهم في عدد واحد في سبق إعلامي. أبرز نقاط أنه نحن كنا تجدديين بالجريدة من الأول، كنا مجموعة كتير حلوة وقررنا أنه نعمل شيء جديد من نوعه ونجحنا، وفي اسم للحياة عالميا. أنا بفتخر أني كنت من يعني مثل بيقولوا لي القراء من أعمدة المساهمين فيها. ففي محطات كتيرة إلها علاقة بالأحاديث، إلها علاقة بالمقال الأسبوعي، ولها علاقة بالسكوبس. يعني نحن السبق الصحفي كان كتير مهم إلي، وكان عندي حرية التحرك. وين ما كنت أقدر أجيب مقابلات خاصة واستفيد من الناس اللي بحكي معهم لحتى أقدم للقارئ إنتاج يقدر يوصل لمستوى القارئ. يتقاعد الصحفي عندما يموت، مبدأ تؤمن به راغدة درغام التي تستعد لخوض تجربة جديدة. أكيد ما في تقاعد هلأ، أكيد لا، أنا مستمرة بكتابة المقال بالإنجليزي، بده يكون بمحلين اللي هو دايما بهافتن بوست بأمريكا والأرب نيوز بالسعودية. بقى أنا ما رح أنقطع، عندي مقالي الأسبوعي واللي بحبوني بلحقوني أكيد. إلى جانب هالشي عندي طبعا شغلتين، عندي مشاريع عم نحكي فيها، مشاريع تلفزيونية ماني قادرة أحكي فيها هلأ، بس إن شاء الله يكون في استعداد، إنه أنا عندي استعداد إني أعمل برنامج تلفزيوني يكون من طابع مختلف عن اللي معودين عليه. وعم نحكي مع أكثر من جهة بنشوف شو راح يصير. وثالث شيء اللي هو كتير مهم اللي هو بيروت إنستيتيوت، اللي هي مؤسسة فكرية للمنطقة العربية ببعد دولي أنشأتها أنا، وهي حقيقة إلها اسم بيلمع بكل العواصم من موسكو لواشنطن. في 3 من تشرين الثاني 2017 طوت راغدة درغام صفحة في الحياة، حياة أغنتها بالتجارب لتبدأ من جديد قصة جميلة.
في إطار دعمه للمراكز الخدماتية والإغاثية العامة بهدف دعم وتفعيل عملها، قدم نادي روتاري صيدا هبة لفوج إطفاء بلدية صيدا عبارة عن معدات وتجهيزات لوجستية، حيث قام وفد من النادي برئاسة مايا المجذوب وبرعاية رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي بتسليم هذه الهبة لقائد الفوج الملازم سليم الغضبان. نادي روتاري صيدا اللي بيقدم الخدمة الإنسانية كهدف استراتيجي وضع ضمن وسائله لتقديم الخدمة هو دعم المراكز الخدماتية، كل المراكز التابعة لمؤسسة الدولة العامة والخاصة. بلشنا ابتدينا مع دفاع المدني بمرحلة سابقة، واليوم مكملين مع فوج إطفاء بلدية صيدا اللي عم بيقدم مهمة كتير جليلة فيها حس إنساني عالي وفيها خطورة عالية. عقد مجلس مندوبي رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان اجتماعه الدوري في قاعة مدرسة عمر الفاخوري في بيروت. المجلس تمنى انتهاء الأزمة السياسية سريعا وعودة المؤسسات الرسمية إلى انتظام عملها، لا سيما وأن إنجاز تحقيق سلسلة الرتب والرواتب قد تحقق بعد طول معاناة، هذا وتجري انتخابات المندوبين في الأول من شباط المقبل. والآن صفحة الأحوال الجوية مع لارا منيف. بونسوار. طقس خريفي مستقر عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. كيف رح يكفي طقس لبنان بالايام اللي جايه؟ رح نعرف بعد جوله سريعه على بعض العواصم العربيه، ورح بلش من الرباط مع 21 درجه، 18 بتونس، 28 درجه بالقاهره. بنتقل على دمشق مع 23 درجه، 27 بالقدس، 26 بعمان، المنامه 29 درجه. بنتقل على الكويت مع 28 درجة، 29 بالدوحة، وبختم مع الرياض مع 28 درجة. برجع على طقس لبنان لبكرة التنين، طقسنا غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة، مع حرارة بعدها مرتفعة من مبارح لتوصل على الساحل مع 27 درجة، الجبل توصل أقصها لل 19، أما بالداخل لل 24 درجة. تفاصيل أكثر بنروح على الخريطة اللبنانية، ورح بلش من المناطق الشمالية. عكار 25 درجة، 26 بطرابلس، الكورة 25، الأرز 15، الهرمل 26 درجة، 23 بالقاع، 21 ببعلبك، 20 درجة بيرية. بنتقل عجبال مع 27 درجة، 14 بميروبة، 28 بجونية وبعبدة، بيروت أيضا 28 درجة مع استقرار بدرجات الحرارة. زحلة وشتورة 26 درجة، عنجر ومشغرة 27 مع حرارة إذا مرتفعة. جزين ومرجعيون 26 درجة، 27 بمنت جبال، رشية 22 درجة. بنتقل عبيت الدين مع 22، والمناطق الجنوبية صيدا سور وقانا مع 27 درجة. إذا كيف رح يكفي طقس ثلاث أيام اللي جايين؟ لبكرة التنين عنا استقرار بدرجة الحرارة عم تكون مرتفعة لتوصل أقصها ل 28 وأدناها لل 20 درجة. نهار الثلاثة عنا انخفاض لتوصل أقصها لل 24 أدناها لل 18، أما الأربعة بتتراوح بين ال 19 وال 25 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين الدرجتين وال 15 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. طبعا في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الحريري يطل بعد قليل على اللبنانيين في مقابلة عبر شاشة المستقبل. ماراثون بيروت يتحول تظاهرة رياضية وطنية للتضامن مع الرئيس الحريري. والسعودية تدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الانتهاكات الإيرانية، والدبلوماسية المصرية تتحرك لمواجهة التحديات. وقبل ختام النشرة نذكركم أنه بعد دقائق من الآن سنكون مع الحلقة الخاصة مع الرئيس سعد الحريري مباشرة من منزله في الرياض مع الزميلة بولا يعقوبيان، وسيخاطب الرئيس الحريري اللبنانيين متحدثا عن الملابسات التي رافقت إعلان استقالة حكومته، وليؤكد على ثوابته الوطنية وعلى رؤيته للمرحلة المقبلة في ضوء المستجدات التي أعقبت بيان الاستقالة الذي لا تزال تتردد أصداؤه على المستويين المحلي والإقليمي.
إلى اللقاء. إلى اللقاء. أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية. بعد بكير كتير حتى يلحق باستقالة حكومة.